أهلا بكم إلى زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة لمناقشة ما ورد في مقابلة الرئيس عبد الرب منصور هادي الأخيرة مع صحيفة القدس العربي. قال الرئيس هادي إن الحل العسكري بات مطروحا بقوة بعد رفض الانقلابيين جميع الحلول السلمية. وأوضح الرئيس هادي في مقابلة مع صحيفة القدس العربي أن الحل العسكري هو الكفيل بدحر الانقلابيين وإرغامهم على تنفيذ المبادرة الخارجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، مضيفا أن الحكومة ومن ورائها التحالف العربي مع الحل الذي يجرد الحوثيين من أي قوة عسكرية على غرار حزب الله. كما أشار الرئيس هادي إلى أن ما بات يعرف بالمجلس الانتقالي الذي يرأسه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي يعتبر في حكم المنتهي، وأن مخرجات الحوار الوطني قد أنصفت القضية الجنوبية وضمنت حلها. نتوقف عند هذه التصريحات لنناقش في محورين: بماذا يفكر الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكيف يمكن له إسقاط أفكاره على واقع اليمن، ولماذا البطء الذي يشوب أداء الشرعية والذي جعلها بنظر الكثيرين غير قادرة على إحداث التغيير الكبير والسريع في مسار الأحداث الذي انطلق في 13 من مايو. الرئيس يسرد تاريخا لم تنتهي فصوله بعد، هذا ما تضمنته أحدث مقابلة صحفية للرئيس هادي في سياق لقاءاته النادرة مع الصحافة الدولية. فقد أضاء الرئيس هادي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة القدس العربي على بعض من الزوايا المعتمة في الأحداث التي لا تزال حتى اللحظة تعصف بالبلاد، وإن جاء بعضها في شكل إيماءات. إيماءة الرئيس إلى اللاعبين السلبيين في الساحة اليمنية رسخت في أذهان المراقبين حقيقة أن بعض أطراف التحالف ليست متسقة مع التطلعات المشروعة للشعب اليمني في التحرير والحسم وبناء الدولة الاتحادية، ووضعت هذه الإيماءات حدا للغموض المتصل بتحرير تعز الذي أومأ بشأنه، إلى أن أطرافا لا تريد أن يحتسب النصر لطرف سياسي بعينه في المحافظة. تضمن حديث الرئيس توضيحات جديدة في سردية إسقاط صنعاء ومسؤولية الجيش والأمن والقبائل المحيطة التي شدد على أنه لم يكن له سيطرة على أي منها، وذلك في سياق اتهامه للمخلوع صالح بالترتيب للانقلاب وإسقاط العاصمة. لكن أحدث ما كشفه الرئيس هو ذاك الذي يتصل بموقف العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي قبل بتقديم دعم عسكري عاجل لهادي وحكومته بعد سقوط عمران. هذا الدعم كان مبنيا على مخاوف سعودية من مساعي إيرانية للسيطرة على اليمن وباب المندب، لكن تحركات الإنقلابيين باتجاه صنعاء كانت أسرع، ما ساهم في إفشال هذا المستوى من التدخل المتأخر. أكد الرئيس هادي في المقابلة أنه سيعود إلى عدن بعد رحلة تقوده هذا الشهر إلى نيويورك، وبعد أن اعتبر أن المجلس الانتقالي الجنوبي في حكم المنتهي، فيما تبدو للمراقبين التحديات على حالها التي تبقي العاصمة المؤقتة للبلاد غير مؤهلة حتى اللحظة لأداء دورها ولاستقبال الرئيس وضمان تحركاته كرئيس يمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة في بلاده. أبدأ النقاش مع ضيفنا من لندن المحلل السياسي والصحفي الدكتور محمد جميحة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. إذن ربما هذه المقابلة هي حديث الرأي العام هذا اليوم، ولذلك نحن خصصنا هذه الحلقة من زوايا الحدث لمناقشة ما جاء فيها. بداية، كنت إلى جانب الرئيس عبد الرب منصور هادي وأجريت معه هذه المقابلة، ربما كتبت انطباعاتك في بداية هذه المقابلة، ما هي الانطباعات الأخرى أيضا التي تود من خلال شاشة بلقيس إيصالها وإيضاحها أيضا إلى جانب ما كتبته من انطباعات استشفيتها من حوارك مع الرئيس هادي؟ هو بالطبع يعني فيما يخص مضمون الحوار هو موجود ومنشور. الحوار كان في جلسة كانت في مقر إقامته في الرياض، وكنا منفردين، كان لدينا بعض الموجودين في المكتب، ثم بقيت معه يعني قرابة لا أدري بالضبط، لكن فترة طويلة كانت في حدود ساعتين، نتكلم في أمور كثيرة. الشيء الملحوظ على الرئيس اليمني أنه يركز على نقطة مهمة في تفكيره وفي خطاباته، وهي نقطة الدولة الاتحادية. حتى أتذكر أنه بعد أن أكملنا الحوار وقال
قام من مجلسه التفت إلي قبل أن أغادر وقال، وأنا كذلك أهم بالمغادرة، قال يعني أكد على موضوع الدور الاتحادية، هي مشروعنا الذي لا نفرط فيه ولا نتنازل عنه. إذن هو كأن لديه بعض النقاط الجوهرية التي يبدو كامل الحضور فيها، يبدو أنه كامل التركيز على هذه النقاط، وفي مقدمتها طبعا الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم. طبعا طيب. دكتور محمد، إلى أي حد كان الرئيس عبد الرب منصور هادي شفاف وصريح، وبالتالي كشف الكثير من النقاط المهمة والتي من خلالها يمكن للمواطن الذي تضرر ربما كثيرا من هذه الحرب أن يتفاءل بنهاية لهذه الحرب واستعادة للدولة؟ أنا أعتقد أنه كان صريحا بشكل كبير. ربما نحن قرأنا، وأنا أجريت معه حوارا من قبل شهور في شهر فبراير الماضي، وأجريت معه حوارات أخرى، كان صريحا بشكل كبير. هذه المرة قد تكون مجريات الأحداث دفعت إلى هذه المصارحة، قد تكون أيضا طول المدة الزمنية، قد تكون الرسائل التي أراد الرئيس في توقيت معين أن يوصلها وأن يطرحها، هي نوع من المكاشفة ربما كما تفضلت. لكن أعتقد أن المعلومات التي وردت فيها الشيء الكثير المثير للاهتمام فيما يخص ملابسات سقوط أمران، فيما يخص أيضا دخول الحوثيين صنعاء، وفيما يخص الوضع في تعز المعقد الذي وصل أيضا بالتعقيد، وفيما يخص كذلك الحلول السلمية ويعني جمود الجبهات التي أرجعها إلى أن هناك عدم اتفاق في المجتمع الدولي تحديدا حول أولوية أي من الحلين السياسي أو العسكري. فأشار كما في المقابلة إلى أن أوروبا مع الحل السلمي، في حين أن الولايات المتحدة ربما تميل إلى تقليم أظافر إيران في اليمن، وذلك لا يتأتى إلا عن طريق الحل العسكري. أمريكا ترامب، لكن أمريكا أوباما هو أشار أيضا إلى نقطة ربما مخالفة. نعم، الإدارة الحالية. نعم. طيب، سأشرك معنا في النقاش ضيفنا أيضا المحلل السياسي عبد الناصر مودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الناصر. إذن البعض نظر إلى المقابلة أيضا أنها حملت الكثير من المكاشفة والصراحة من قبل الرئيس عبد الرب ومنصور هادي، كشف الكثير من الغموض وربما اللغط الذي كان يدور حول أداء الشرعية في الفترة الأخيرة. بالنسبة لك، ما الذي استوقفك في هذه المقابلة وأهميتها بالنسبة إليك؟ أولا تحية لك أخ سامي وللأخ محمد دكتور محمد جميح. أنا أقول أنه لم يكشف عن غموض، ولكن هو أعطى معلومات الكثير منها غير صحيح. أولا فيما يتعلق بتشدد الرئيس فيما يخص الدولة الاتحادية والتي يعتبرها مشروعه، رغم أنه يفترض هي إذا كانت مشروع هي مشروع للشعب اليمني، الرئيس هادي وفق مبادرة خليجية يفترض أن لا يكون لديه مشروع، هو حكم وليس حاكم، وليس من حقه أن يفرض رؤيته أو مشروعه. وتمسك الرئيس هادي بالدولة الاتحادية ليس حبا في أن تكون هناك دولة المساواة ودولة العدالة، لأنه لو كان هناك رغبة بخلق دولة هو أشار إلى أن الدولة الاتحادية هي من سيحقق العدل والمساواة، وأشار أنه ينتظر ويتحين اللحظة التي ينصب فيها الرئيس التالي لعهده. الرئيس هادي، الدولة الاتحادية هي دولة لتفكيك الجمهورية اليمنية، وهذه رغبة لدى الانفصاليين، والرئيس هادي يرى بأنها إحدى وسائله للإطالة بالحكم، ولهذا يتمسك بها ليبقى أطول فترة في الحكم. ومشروع الدستور الدول الاتحادية في ثناياه ما يشير إلى أنه يريد أن يبقى فترتين رئاسيتين في الحكم. طيب. وصممه هذه جزئية يمكن الآن لن نتحدث عنها كثيرا، ولكن فقط حبيت أن أعرج وأن أشير إلى هذه الملاحظة. الأمر الآخر، تحدث الرئيس هادي فيما يتعلق بسقوط عمران وسقوط صنعاء، وأعطى معلومات غير صحيحة. أنا والدكتور محمد جميح وغيرنا وأنت أخي سامي كنا في صنعاء وكنا نتابع الأحداث لأنها أحداث مصيرية، وبالتالي لا يمكن أن تنطلي علينا مثل هذه المعلومات.
تحدث الرئيس هادي، قال أنه أرسل كتائب من الحرس الجمهوري ومن الفرقة الأولى مدرع، وأنها اشتبكت مع الحوثيين ثم أخذوا أسلحتها ولم تتحرك إلى عمران. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، لأن ما حدث غير صحيح أستاذ عبد الناصر. بناء على معلومات لديك أم تحليل؟ هو أشار إلى توجيهات صدرت إلى قيادات عسكرية قال تعرضت لكمان، وقال أيضا أنه لم يكن يملك من القرار بالنسبة لقرار التحكم لا في الحرس الجمهوري ولا في القبائل، قبائل طوق صنعاء يقصد. هذا الكلام أنا سأفنده نقطة نقطة. القوات تحركت من الحرس الجمهوري إلى جبل ضين وبقت في جبل ضين حول جبل ضين. أنا من عمران وأعرف هذه المنطقة جيدا وكنت تابعها تماما، لم تحدث أي اشتباكات بين قوات الحرس الجمهوري والحوثيين في هذه المنطقة. بقت هذه القوات حول جبل ضين الذي يبعد عن عمران بحدود 20 كيلومتر. فقط أرسلها الرئيس هادي ليوهم علي محسن والإصلاح بأنه يحارب وأنه جاد في محاربة الحوثيين، ولكنها أعطيت لها الأوامر بأن تبقى هناك فقط. لم يحدث أي اشتباك ولم يحدث أي كمائن ولم تؤخذ أي أسلحة حتى تاريخ سقوط عمران. هذا أولا. الأمر الثاني، يتحدث الرئيس هادي بأنه ليس لديه سلطة على الجيش ولا القوات المسلحة، وهذا الكلام أيضا غير صحيح. الرئيس هادي أزاح أقارب علي عبد الله صالح بكل سهولة من الجيش، وليس هذا فحسب. الرئيس هادي يوم 12 يوليو، أي بعد 4 أيام من سقوط عمران، غير محمد المقدشي الذي كان من حلفاء علي محسن الأحمر، وغير الحليلي أيضا الذي كان من حلفاء علي محسن الأحمر، واستبدل المقدشي محمد الحاوري الذي كان حينها معروفا بأنه يرتب قبائل همدان لتستقبل الحوثيين. قبل سقوط عمران كان الحاوري ممن يرتب للحوثيين، والحاوري معروف بأنه من أنصار الرئيس السابق صالح، وبأنه كان يرتب للحوثيين دخولهم إلى منطقة همدان التي هي تعتبر في محيط صنعاء ومحافظة عمران. وبالتالي هو سلم قيادة الفرقة الأولى مدرع وما يسمى بالمنطقة الشمالية الغربية للحليف الحوثيين، وهذه إشارة واضحة بأنه كان يريد أن يتفاهم وأن يسلم الحوثيين صنعاء، أو على الأقل لا يريد أن يؤذيهم، لأنه لا يمكن أن يسلم القيادة العسكرية لحليف للحوثيين كي يحارب الحوثيين. كما أنه عندما تمكن من عزل المقدشي والحليلي من مناصبهم الحيوية، هذا الأمر يشير إلى أنه يمتلك السلطة الكافية والقادرة على تمرير قراراته، وإلا لما كانت مثل هذه القرارات المهمة والخطيرة استطاع أن يمررها وهي ضد مصلحة علي محسن الأحمر. عبد الناصر، وهي ربما الكثير من النقاط كانت في المقابلة. أعود للدكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، يعني إذا كان لك من تعليق على حديث الأستاذ عبد الناصر مودع، أيضا قلت في المقدمة المقابلة أن ربما الرئيس هادي يحرص دائما على إيصال رسائل من خلال أي مقابلة أو لقاء له، وهي لقاءات نادرة وقليلة ربما الرئيس هادي. باعتقادك ما هي الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس هادي هذه المرة ولمن؟ وانا اعتقد فيما يخص النقاش حول النقاط، يعني اعتقد ان المسؤولين في الحكومه او في الرئاسه هم المعنيون بالردود على ما يمكن ان يرد على الرئيس هادي في المعلومات التي اوردها، او ولست انا كمجري الحوار من يرد. بطبيعه الحال فيما يخص بعض النقاط التي اوردها الزميل العزيز الاستاذ المودع، اود ان اقول بالنسبه للفيدراليه هي ليست مشروع هادي، وإن كانت تقال على سبيل المجاز هي مشروع اليمنيين، ولا ننسى أنها أقرت في مؤتمر الحوار الوطني بمختلف توجهات اليمنيين المكونات السياسية التي شاركت في الحوار. هناك بعض الخلاف حول عدد الأقاليم فقط، أما بالنسبة لجوهر التحول إلى النظام الاتحادي فكان هناك إجماع من الذين شاركوا في الحوار الوطني، وبالتالي هو مشروع اليمنيين. وعندما يقال أنه مشروع الرئيس هادي، على اعتبار الرئيس هادي هو رئيس المرحلة وليس أن هذا مشروعه الخاص أو الشخصي، لا، المشروع عد وأقر في مؤتمر الحوار الوطني ونوقش باستفاضة، وأنا عضو في مؤتمر الحوار ودارت نقاشات كثيرة
وأثناء الحوار الوطني كان الألمان أيضا حاضرين وذهب يمني إلى هناك، كما أشار الرئيس أيضا في المقابلة لدراسة المشروع وأيضا لتحديد محدداته بما يتواءم مع الحالة اليمنية. بالنسبة للمعلومات حول خروج الكتائب العسكرية واشتباكها أو عدم اشتباكها أو عدم تنفيذ الجيش لأوامر الرئيس، الرئيس قال أن الجيش لم يكن تحت يده، هذه أعتقد أنه يمكن أن يرد عليها يعني مسؤول في الحكومة، لكن نحن بشكل عام لا أعتقد أن الرئيس اليمني الحالي رغم أنه يعني أطاح ببعض القيادات العسكرية، لكن لا أعتقد أنه كان يتحكم في مقاليد الأمور العسكرية والأمنية في البلاد، خاصة وأن الجيش كان معدا كما نعلم، وخاصة الحرس الجمهوري كان معدا وبنيا بناء واضحا من أجل أن يكون تابعا للقوى التقليدية التي كان يقودها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبالتالي نحن لا نأتي بشيء جديد عندما نقول أن الرئيس هادي وإن استطاع بدعم دولي كان واضحا لأن أن يقيل القيادات العسكرية، لكنه لم يستطع أن يغير من بنية العقيدة العسكرية التي كانت موجودة لدى الضباط والضباط وحتى الجنود في بعض الوحدات التي أنشئت تنشئة خاصة. وبالتالي أنا أتصور أنه لا ينبغي أن يحمل الرئيس هادي، مع أنني كتبت في حينها أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في دخول حوثي بصنعاء، وما زلت يعني أرى بأنه كرئيس مسؤول سوريا عن البلاد هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى، لكن لا ينبغي أن نغفل عن حقيقة التشابكات القبلية والاجتماعية والعسكرية التي كانت سائدة آنذاك والتي يسرت الحوثيين دخول صنعاء. الرئيس هادي ربما قام ببعض الإجراءات التي كانت يعني ما كان ينبغي أن يقوم بها، لكنه ربما من منطلق الضعف كان يقوم بتلك الإجراءات من أجل مهادنة الحوثيين أو مسايرة الموجة، لأنه كان يرى أنها موجة عاتية ربما، وربما أيضا رأى أنه لم يستطيع أن يغير من الأمور شيئا، فأراد أن يستبق الأحداث وأراد أن يطمئن الناس كما قال هو، وذهب إلى عمران وقال عمران عارف إلى حضن الدولة. وأنا سألته حقيقة حول هذه المقولة يعني في نوع من التسنيد لما يقول، بما أنك تقول أن الجيش ليس في يدك وأنك حاولت أن ترسل وحاولت أن تصد الحوثيين عن صنعاء، لماذا ذهبت إلى عمران وهو وضح أنه كان بهدف الطمأنة. طيب دكتور محمد حتى نستفيد من الوقت، نعود لنقطة الرسائل التي أراد الرئيس عبد الرب منصور هادي إيصالها ولمن من الأطراف، وأيضا ربما كان التركيز في حديثه فيما يخص داخل معسكر التحالف العربي والشرعية، إذا ما ركزنا بالقياس إلى النقطة التي ذكرت موضوع معركة تعز والتأخر في حسمها، قال ربما أن بعض الأطراف ولم يسمها ما زال لديها بعض التخوفات من أن يحسب نصر وحسم المعركة في تعز على طرف دون طرف آخر. بالقياس إلى هذه النقطة، هل من شيء ربما يمكن قياسه ومعرفته يخص وجود خلاف داخل معسكر التحالف ومعسكر الشرعية، وربما أيضا أنه لم يشر إلى دولة الإمارات في أي نقطة ربما، وتجنب وتحاشى سؤال كنت طرحته أنت له في المقابلة ربما عن الملف الأمني؟ هو في حقيقة الأمر يعني أنا لا أستطيع أن أول حديث الرجل، هو قال الكلام الموجود في المقابلة، ثم بعد ذلك للمحللين أن يقولوا أو أن يسقطوا هذه، هناك من أسقط حديث الرئيس على أن التنظيمات الموجودة داخل تعز لا تريد أن تحسم المعركة بفعل الخلافات الداخلية بينها، وهناك من قال بأنه يقصد يعني أن الإمارات أنها لا تريد أن يتحقق نصر عسكري يكون الإصلاح جزءا أو يكون له نصيب كبير فيه، لكن هذا كلام الرئيس والتأويلات تظل تأويلات الآخرين. لكن لا شك أن الرئيس أراد أن يوصل رسائل التحالف العربي بضرورة الحسم العسكري لأنه كان يؤكد على ذلك، وأراد أيضا أن يؤكد على خطورة الحوثيين على أمن المملكة العربية السعودية تحديدا، وخطورة التواجد الإيراني عن طريق الحوثيين على أمن المياه الإقليمية اليمنية وأمن الملاحة الدولية، وكذلك أراد أن يرسل رسائل فيما يخص وحدة البلاد. أنا لا أعتقد أن الرئيس هادي يسعى إلى تقسيم البلاد، وهذا مشروعه الواضح كما قلنا، هو مشروع اليمني وهو مشروع الدولة الاتحادية، وهي ليست تجزئة ولا تقسيما لليمن، هذا ما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. أراد أيضا الرئيس هادي أن يرسل بعض ربما الرسائل التطمينية، الرسائل التي تكبح من التطمينية جهات الوحدة اليمنية وأيضا التي تكبح
من قضية غلو المطالبة بالانفصال عندما قال أن المجلس الانتقالي في حكم منتهي، وأن الذي أنصف القضية الجنوبية هو مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي اعترضت القضية الجنوبية وناقشت حلولها الممكنة. لكن بالمجمل أعتقد أن المقابلة يعني ستحظى بكثير ربما من التحليل، من الرد، من الإنكار والنفي لما جاء فيها، وهذا شيء طبيعي بحكم أننا في وسط سياسي في كثير من الخصومات وفي كثير من الخلافات، نحن نتوقع ذلك. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر المودع، ونحن نقرأ الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس عبد الرب منصور هادي، كما قال الأستاذ محمد جميح هناك ربما تركيز من قبل الرئيس هادي على موضوع الحسم العسكري كنهاية للوضع الحالي الآن، ربما هل تعتقد أن قرار الحسم العسكري ما زال في يد الرئيس عبد الرب منصور هادي والتحالف العربي، أم هو خاضع للتفاهمات الدولية؟ يعني هو في الأساس خاضع لأمور كثيرة، جزء منها الوضع اليمني، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، ولكن عبد الرب منصور لا أعتقد بأنه بيده الأمر والنهي. نعرف أن القرار الأول والأخير هو بيد السعودية ودول التحالف والإمارات اللتان هما المعنيتان بشأن اليمني حالياً، وكما أن أيضا المسألة هذه ليست بهذه البساطة. نحن نسمع منذ البداية عن حسم عسكري، وكأن الحسم العسكري في متناول اليد، وأنه فقط لم تعطى لهم الأوامر بالحسم العسكري. الحسم العسكري أمر صعب للغاية، تبين عسكريا وجغرافيا وسياسيا وإنسانيا أمر في غاية الصعوبة، بل أنه قد يصبح أمر ممنوع أو محظور دوليا أن يتم الاقتراب من صنعاء. الأمر الآخر، الرئيس هادي هو كما ذكرت سابقا هو حاول أن لا يتحمل مسؤولية سقوط صنعاء وسقوط عمران، وهذه هي المشكلة الأصلية، المشكلة الأصلية للكارثة التي تعاني منها اليمن الآن هو سقوط صنعاء، ويفترض أن المتسببين بسقوط صنعاء أن يكون هناك تحقيق شفاف لتبيان مسؤولية الرئيس من عدمه. هل فعلا الرئيس أصدر أوامر ورفضت، أم أن الرئيس لم يصدر أوامر؟ أنا حسب علمي وحسب ما قال بعض القادة العسكريين ومنهم الجائفي، قالها لأحد الأشخاص الذي أثق به، قال أنه لم يصدر للرئيس هادي أي أمر أثناء حصار صنعاء وقبلها، وبالتالي أنا قال لو أقدمت من تلقاء نفسي ربما أعرض نفسي للعقوبة وللإعدام. الأمر الآخر لم يشكل أي غرفة عمليات حسب علمي، وبالتالي وليس هناك أي أمر قتالي للحوثيين أصدر للقوات المسلحة. هذه الأمور فقط فيما يتعلق بهذه الجزئية التي تظل جزئية مهمة. أما الأمور الأخرى عن قضية أن الدولة الاتحادية، وكنت أتمنى الأخ محمد جميح يكون حاضرا، هذه أكبر فرية يتكلموا عن أن هي قضية الموافقة، إجماع اليمنيين وموافقة اليمن، وعرفنا كيف كانت تتم كلوسة مؤتمر الحوار، وكيف أن نتائج مؤتمر الحوار الذي شارك الأخ محمد وغيره في هذا المؤتمر كانت عبارة عن مهرجان. ربما هذه النقاط وبجاء ربما يخصص لها حلقة قادمة. شكرا جزيلا لك سعود. أن يخصص لك. شكرا لك سعود عبد الناصر المودع. حتى لا تبقى هذه الغشاوة على عيون الناس وكأنها حقائق مطلقة. بالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن. ما تبقى من وقت أختم به مع ضيفي من الرياض مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الكرام جميعا. أستاذ مختار، إذن البعض يرى بأن أداء الشرعية والرئيس هادي يتصف بالبطء، خصوصا فيما يتعلق بالحسم العسكري وأي تحرك سياسي. ما الذي يمكن فعله من قبل الرئيس هادي ومن معه لعكس هذه الرؤية والنظرة لأداء الشرعية والرئيس هادي؟ أولا يجب أن يعرف الجميع أن الشرعية اليمنية هي لديها شركاء ولديها قوى أخرى، وهي التحالف العربي، وهي الداعمة للشرعية اليمنية، وهي أيضا مشتركة في اتخاذ القرارات بالنسبة للقرارات العسكرية والحسم العسكري، إضافة إلى الجوانب الأخرى وهي
الضغوطات الدولية. بالتالي لو تم إقرار قرار الدخول إلى صنعاء أو تحرير ما تبقى من أراضي اليمن، أعتقد أنه سيكون الجميع بحاجة إلى غطاء دولي وبحاجة أيضا إلى دعم كبير من أجل الدخول إلى العاصمة صنعاء. ونحن نعرف أن الجيش اليمني يظل لفترة طويلة تقريبا من 5 إلى 4 إلى 6 أشهر وهو بدون رواتب. بالتالي هذه أيضا من ضمن الإشكاليات التي يجب أن تدرس ويجب أن تضع في الحسبان في أي حديث عن مسألة الحسم العسكري أو مسألة البطء أو مسألة أن الشرعية لا تتحرك بديناميكية كبيرة في حل القضايا السياسية أو العسكرية. إذن يبدو أن المسألة ما زالت طويلة وصنعاء بعيدة، إذن ما دمت تتحدث أنت كمسؤول حكومي عن هذه العوائق. إذن رئيس هادي، عن أي تصريحات وأحداث يتحدث إذن وأن الحل العسكري ربما يكون ينهي الوضع الحالي الآن؟ الحل العسكري هو قائم، أنا لم أقول أنه انتهى الحل العسكري، ولكن أقول أن من يتحدث أنه لماذا الشرعية لا تتخذ القرار ولماذا الشرعية ما تزال في أماكنها، تحدثنا عن أن هناك عوائق، لكن في نهاية المطاف الحل العسكري هو الحل المطروح في هذه الفترة، لأن الحل السياسي متوقف. المقترحات التي قدمها اسماعيل الشيخ أحمد ترفض من الطرف الآخر، بالتالي لا مفر من أن يتم اتخاذ القرار الخيار العسكري الذي هو مطروح حاليا. لكن إذا كنا نريد أن نتحدث بكل صراحة وشفافية وأن نفصل مسألة التحرير ومسألة الدخول للعاصمة صنعاء، يجب علينا أن نأخذ كافة العوائق التي هي موجودة في الساحة. وأيضا هناك أيضا الإشكالية التي حدثت بين الحكومة الشرعية وبين رئيس الجمهورية وبين الإمارة، أيضا هي عائق من العوائق الكبيرة، وهي التي أدت إلى توقف معركة تحرير ما تبقى ما بعد المخاوه، التي كانت معركة حاضرة ومعركة مجهزة لها، ولكن تم التوقف بعد أن حصلت الإشكالية وحصلت القضايا المعروفة. ورئيس الجمهورية تطرق من خلال اللقاء الذي تم مع صحيفة القدس العربي، تحدث عن المجلس الانتقالي وهذه الإشكالية، وتحدث أيضا بكل شفافية أن المجلس الانتقالي يعتبر في إعداد المنتهي، وهذا أيضا تصريح مهم وتصريح صريح وشفاف. وأعتقد بالمجمل أن هذه المقابلة تعتبر من أهم اللقاءات التي قامت بها رئيس الجمهورية، حيث أنه تحدث بكل صراحة وشفافية حول مجمل القضايا السياسية وكذلك العسكرية. أشكرك جزيلا مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، والأستاذ عبد الناصر المودع من عمان في الأردن. انتهت هذه الحلقة. في ختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.